آثار فرح عبير الراجحي وسعد البوعنين الجدل على السوشيال ميديا بسبب تفاصيل الفرح والبهجة والديكورات اللي بتتميز بالفخامة. القاعة كانت مزينة بورد طبيعي وديكورات باللون الذهبي تميزت بالرفاهية، وظهر اهتمامهم بكل تفصيلة في الديكور واهتمامهم بالأضواء والموسيقى، ده غير لبس العريس والعروسة والحضور كأنه حدث ملكي. ومن ضمن الفيديوهات اللي الجمهور علق عليها عدد مضيفات القهوة اللي كانوا موجودين بأعداد كبيرة، وعلق المتابعين وقالوا تقريبا كده جايبين لكل ضيف مضيفة. وأحيى عدد من نجوم الوطن العربي بينهم رابح صقر وحسين الجسمي ونانسي عجرم وإليسا، والجمهور علق على ده بهزار وقال أكيد أخدين قرض عشان يجيبوا الفنانين دول مع بعض. وحضر شخصيات مرموقة من العيلتين وعدد كبير من مختلف الأوساط الاجتماعية والسياسية، منهم الأمير سلطان بن سلمان. وأصدر فيديو لأخوها يزيد الراجحي على تويتر تفاعل كبير بسبب استعراضه الحلويات الفاخرة وباقات الورد في حفل زفاف أخته، واللي كانت تكلفتها حوالي 10 مليون ريال، وأكد أنهم اتبرعوا بالفائض من الورود والحلويات للجمعيات الخيرية. والناس انقسمت نصين، منهم اللي كان رأيه أنه حرام وده بزغ وإسراف، وقالوا كمان أنه الألوان غريبة ومزعجة وما فيش تنظيم، يعني فلوس على الفاضي. واللي كان رأيهم انه طالما معاها ما تعمل اللي هي عايزاه، وانه الفرح كان اسطوري وحلو. قولوا لنا بقى انتوا ايه رأيكم في التعليقات.